إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لتاريخ إسلام دا پیشی هزار و چهارصد و بیست و هشت سال که پیغمبر علیه الصلاة والسلام لشوی جمعه دا لچوارده مانگی رمضان دا خواهی گورو مهربان امری پیه کار لما دینه در بچیت یواش یواش برو معرکه بدره و چونی بدر امسی رجا لرگا بیر حتا وکو حفده منگی رمضان شوی جمعه اله یدا معرکه بدر دستی پیه کار و معرکه بدر درز و عبرتی زورتی هیا خواهی گورو مهربان صورت یک بناوی الانفال دا اگریت لو معرکیا او ابو کسان یکی ظالم استمکار وکو فعلی یهود وکو خواهی پروردگار فرمید یحرفون الکلم عن مواضعه یعنی کلامی خواهی پروردگار لجگای خواهی دانانن برأوا بهواء آرزوی خویان چون انگرد بی آوا داینن او ابو صورتی انفالیان لسر ایم تطبیق کرد انفال یعنی غنیمه یعنی او انسانانی که و مظلوم بن ظلمیان لیکرا بمندال با آفرد با گنج و با اختیار او ابو او ظالما ام صورتي دانا لباني عن بو اوين لا يهندي كس او قرآن ناشرين بير بو اوين اي صورتي انفال هاد بلن ها قرآن صورتي انفالي تيايا بل قرآن صورتي انفالي تيايا ولا معركة بدر دانا ظلبو بل يحرفون الكلمة عن مواضعه لجيقاي خوي دايا اننا او ظالمانا انفال بو مسلمان ناو تريد انفال برانبر با بيبا ور رکريد برانبر با انسان يكا دجمني خوا و پیغمبر خوا بيد لقل يا بجنجي او كاتم مالي حلال بو ام امتا نكسان يك للرفوع ابن يا للسجد يا ابن يا تنها مزقود لديك يا بيد وما هي من الظالمين ببعيد واستمكار كان فكر بكنوا وخوي فروردگار باسي ظالم كان كات كتون لنا يعني بر
الظالمين ببعيد دورني الى ظالم مكانه هتاوكم مسؤولي وشد بدست الظلم مكا ك حسابي تبون نكره او كات الظلم تناكره فخوي فروردقار وتلك الايام نداولها بين الناس بينتان هركس اخوي نوار بسيري قراني في روز بك او اممان اخوي فروردقار شيان بسرا هاول ولا درس او من زور دورني او ظالمتي لهات بوتي ظلمي كرت تعدايا كرت بوي قرآن ترسا وخلقي بخاف بلي بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتي درك ريت لشاري مكة صحابها ميدرك ريت او ان شاء الله لخطبه كتر داباسي جهاد وحقيقة الجهاد أكين بابزان أو كسانيك وا خوانا تقين أنه ناو خلقي دا بفنجاها وبسطها كسكو جن أما جهادا بره جهادي شيطان أما أو كسانيك وا كسيك بزباني ألي لا إله إلا الله حرام لسري كدايب تلكينيت تجاخوني بالرجيت نخير حاشا ولله اسلام لو انا بريا او جهادي فينا وتريت بري وكو جهاد ايمان من فيه هي كاهل السنه وجماعه كسلفي باوري بجهاد يا بري كتي غنبر فني عليه الصلاه والسلام امرت ان اخاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله للا ينخوا وامر في كلاوة خلقي بكو جمعتاوكو ارين لا اله الا الله كوتيان لا اله الا الله خلاص ام جا خلقي شي قسم قسمي كان مسلمانة قسمي كان منافقة قسمي كان كافرة مسلمان درسي لو حديثة شملي ناكا نادي بكو جريت نادي جايب تلكيني منافقش انساني كي جبان دوروه لبان اخوي اشكلاك هكا مسلمان ولا دله وايرانا بيباور بخوا امش اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله شايتي اه اما زين تو بيغمر اخوا اي بيغمر اخوا خوا فرميت من ازانم تو الرسول اخوا بلان امانه دروكا منافقش خوي دركا شايت من ديني بدرو خوي دركا امينه بس بيباور بس كافر بكافر وببي باور او تريد مجال ما ندن دينك اي خواه بلاو بكينوا جزية بدن طارة بدنو لسر زوية خواهي پروردگار بجر خواهي پروردگار خلق تاني كدو بو عبادك باور بخواه ناينن پیغمبری بو تانار بقصي بكن باوري تي ناينن قرآني بو تان داقل باوري تي ناينن لرزق خواه اخون طارة بدن بو اوي او دينا حقا بلاو بكينوا طارة عنده جزية عند حرام الأسر من بيان كجين بيباو الركانش فاري عند لم يبقى إلا الجهاد أمجا جهادك اللي بران بريان شوك أوان ضدي حقا بلان جهادش آداب وشروط وشتي خوي هي خوي قولو مهربان لقرآن في روز دا أفرميت ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين كاتي درس لا شاري مدينة هاتم أبو سفيان قافليك للرقاية مالك زوري فيها حقيقيا التي غمر عليه الصلاة والسلام ريان يبقني وما لك ريان يبسنيت شكا نشاري مكدر كران شكا عزيز دران شكا ما ريان جيهش بوي بديت قصاص درس 480 كيلومتر بسيارة عتي بخطبي ام زاورة بباو بحشترو بولاق برجيني قائم بي ابيت شون روشتي بيتن او مالو من دالانا شون شاركي خويا انجيهش كبيغمبر عليه الصلاة والسلام هجا مجاري بريك الدعاء ولا كعبة ايوت يا كعبة والله
خوشتوی خوشویسترین زوی للای من توی چکر لیه لدائی گو مشاری خوما والله اگر خوما کن در مکن در ناسم هد زان جاری اروشتو بری کده دعوا او ابو خواهی گورو مهربان قدری وابو که هجرت بکن که هات ریان یه بگری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اوان روشتن بلای کی ترا روشتن برو مکه دستی انکو الوی دا معرکه بدر دستی پیکا ام جاکا در باری انفال یعنی غنیمه او مالی بی باورانکا لگل یعنی الجنجی مالکی حلال بو ام امتا بو هیس امتی تر حلال نبو پرسیار بیکن در باری غنیمه ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چه بشیکا غنائم هین چه یا بوچه و چه یا صحابش دلیان هیا و دنیایان هیا من کم من یرید دنیا و من کم من یرید الاخره عبدالله قرآن مسعود فرمی ام آیتا نبو آیا امون صحابه دنیای نگرکا برای صحابه شبو دنیای گرک بو پرسیار بیکن در باره غنیمه توش بیان بلیا قل الانفال لله والرسول بدس خوايا وبدس بيغمبركيه صلى الله عليه وسلم شون ان توزيع كد اوان او هايا كسبوين يا حزبك كسبوين يا كثير يا بتزيد فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم تقوى اخواتنا بلا اخوات بترسن اصلاح نفس اخوتان بكن دم بدميه في ابو لنا وصحابه هاي انفال بوكي وكي توزيعك او شون بيت فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله يرى يعني خوف في غنبري خوف لتوزيع غنائم شيان وضع وبخشيان بكن ان كنتم مؤمنين اجر ايه وايمان دار لفاش عند اخوي فروردجار بس سي ايات كرمان بوكا تفسيري او سي ايات اكين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أمدوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أما صفة إيمان داران أما يك وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أمدوا إيمانيا زيادك كاتي قرآن أخواني تبانيانا كاتي قرآن لآياتك أن خوادي إيمانيا زيادك وعلى ربهم يتوكلون بشتو فنايان هرب أخواي فروردقارا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بوتي أخواي فروردقار لناو قرمي أو معركة دا كوا قوركاني قريش أنا يدا كجران بوتي باسيم آياتانا من بوكا بونا تيتناو معركة أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجة عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون أم جاك باسي معركة من بوك بوأوي أم آياتان هتاوك قيامة لجومان بزرنجيت وإيمان دار ختان جوان بكن بم صفاتانا وهر لنا سورة انفال كان اياتكم هم بجاردوها كصفات بباوران يعني تواو تواو ضد ايمان داران يعني ايمان داران شون الاوان بعكسوا جاء بقلي كان هل بجيرين اقام صفاتانا هل بجيرين او نحن الخاسرون واقر صفات ايمان داران هل بجيرين لهم مغفرة ورزق كريم يا كم خواهي قولون مهربانا فرميت طبيعي كاتم آيات دابزي خواهي فروردقار فرموي آياشتر تامتين نرم لو تشعب تربير لغنيمة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أو تشعب تلنا ماري دنيا أو أبل معركي حنين بيغمبر عليه الصلاة والسلام كاتم خواهي قولون مهربان سر يعني خصت غنيمة توزيع كل بسر كساني قريشة زلامي واهبو ده حشتري في أدا بس حشتري في أدا صد حشتري في أدا بو أوي تعزاء
او اسلامي بيستبو بو او تازه او اسلامت شو بو دلي بو زياتر ثابت بيت بو ايمان دينيت چكا كسي واهي بپاره ايمان دينيت انصار كان صحابه كان مدينه دسيان خد قصه كدن وتيان خواهي قولا لبيغمبر خوش بي صلى الله عليه وسلم هرشي غنيمة هي داي بوانو اما شمشي ركار ما شكاي خاني تيستان هيشي نداو اما اما شر ما كدو داي اوان خبر قيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوياني كردوا فرموي بيسو مشتيكي واتان وتو اي انصار بياو في ركان هرشان وتيان اما نحن لا يا رسول الله إما هيش ناري بلان أم جنزان أخسي كيوان كردو الأنصار بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم أي أنصار يكا ايوا رازينا بن خركي بحشتر وبطار ريبو مالي خوي انفال يسالونك عن الانفال بلان ايوا بتيغمبر واقرينوا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ايوا بتيغمبر اقرينوا بشاري مدينه اي رازينيتان كمن لقوت انديمو اوان بحشتر رويشتن والله الذي لا اله الا هو لولا الهجره لكنت امرأ من الأنصار والله أقر هجرت نبوايا خوما كل يكي الأنصار يكان والذي نفسي بيده لو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار همو خلقي بسن بو دورك أنصار جاوب ابن والله يا شنبولاي أنصار يكان الأنصار شعار والناس دثار أنصار شعار يعني انصار او فاني لي جيره وكعداله غوشتكا انصار اوانن بلان خركي اميبانه وتا يعني ايه وزون يذكر لنا منه ولا خركي كافي اميوت فبكوا همو انصار دس ياكل بقريان اما نقريان حتى اخذلوا لحاهم هتا وكل ريشان همو يتربوا اما نقريان أم جعفر مي اللهم ارحم للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار دعاء خيري بيان كر أو أبو قران أو بتي غمر صلى الله عليه وسلم وناو شاري مدينة بل خوي فروردگار فرميش كان في أرم قليل وتاكتلا إيوه ما خشي لسركا خوي قورومي إربان باسي صفات إيمان داران من بوكا فرميت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت يعني أوكسي كواناري خوادين ضلي داخل شيء ضلي الأرزير لخواة الرزير بلان أم وجلا يعني خوف خوفك محظنية ترسانيك الأخوة خوشويسي لقلا لقل أو ترسانية خوشويسي لقلا والرجالشي لقلا لخواة ترسي بوي خدا نتكا تاقري جهنم وا خواهي قولو مهربانت خوش شوية والرزات يا بخوا بوي بتكا تاو بهشتوا كاتي ناوي خوا دينن وجلت قلوبهم آية بزاني ايما واي كخوا فرميت بتواوتي ايمان داري تواو او كسانن كناوي خوا دينن وجلت قلوبهم دلان الارزير ايما رنگة سارجك ناوي خوا ديني ظلما صغلطة بير وكو خطيب يكي الشيعة لبغداء خواهي قولوني هربان هدايتي دا وتي والله كافي خطبة موتوا خلتكي زور دانشتبو ناوي خواه مهاور تفسيري آيات مكر باسي جهنم مكر خلتكي هموي خوتبو ايوت لقل اموت حسين يا حسن يا ركب هلالا نامش قوتك ثم والله امانة دروكا كابراس إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون نابي خوابين خويتين بل أم نابي الشيخ كيبين داشا لكير ألي روحهم بقرباني بير أو إمام داري تواونية
ایمانداری تواهو کسی ناوی الله هات دلی داب سلکیو لخواه بترسیه وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتو بلان وجلت و تمام خوشویسی و رجایی تایا ترسانن لخواه ام وجلت ساده ترسانن نیا ساده ترسانن اویا كأخوائي قولوا مهربان لصورة حجرة أفرميت ونبئهم عن ضيف إبراهيم برسيار بكو خبري أن بدري بأمتك درباري أو ميواناني كهاتن بولاي إبراهيم سلام إخوائي لصربيت كملائكة بون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون كاتيتون جور بولاي إبراهيم سلام يا كل إبراهيم وإبراهيم سلامي قايد السلبية ناني بويان دانا نان ناخل إن جاء عرب عادة توابو ككسي بشتما لكي نان نخوي أترسي على جار الشيكية قال إنا منكم وجلون يعني إيمال إيوا أترسين بوشي نان ناخل أو أنا ملائكة بل أم وجلا أو وجلانيا أم وجلا خوشويسي لقلا ومحبتي لقلا ورجائي لقلا أما إيمان داران كاتي ناري خوادين دليان داشا لكير بلام خواي پروردگار هل سورة انفال دا باسي بيباوران من بوكا افرميت لمقابل اوا ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون خرابتريني مخلوقات للاي خوا او كسانا كوا صم واتكرن يعني لحقيقتها كرنين جوياً هيا أبيستن بلان حقنا أبيستن صم البكم بيدن فهم لا يعقلون بعقل نوان أقر بعقل نبن جونا قرنو لجورو خباتي بكن أبي حق ببسي نكهر واتون هاورد توابي بي أبي قصي حق بكي إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وجوج بقر نخايفر وردقار ويا لبكا كبفام هل فشتك أن نمدين حقا أما صفاتي بيباوران إيمانا بإخوات أبي الظلمان داب شلكير بلان كسانيك ناري خواهات فشت بك أن الذكر إخواء أو أخواتي ترودقات فرمويتي إن شر الدواب عند الله أو كسان أخرات تريني كسن لا إخواء قلي كان هل بجيرم صفتي دوم أو إخواتي قولوا مهربانة فرميت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته كاتي قرآنكا كافي آياتي خواب صدعنا خلان ريتوا زادتهم إيمانا إيمانيا برز بيتوا إيمانيا زياد أكا واتا بفعل شاكا إيمان زياد أكا بفعل خرافة إيمان داء بزيت زادتهم إيمانا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب خواب لكان أقر بذكر إخواء آرام نقريه يتلبسي آرام قريت الله الذي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم أويا متشابه مثاني أويا القرآن زور كلمات كان بيكأك متشابها سيكي آياتك لسورة يكي أو آيات لسورة يكي ترشاهية ومثانية إمام السفيان فرع وإناء فرميت يعني باسي تاكي ذكريت باسي خرافي لقال يا كريت وكخواي قولاء فرميت إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم أما مثانية خواي قولوا مهربانا فرميت كلا إن كتاب الفجار لفي سجين لمقابلية فرميت كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين خواهي قولوا مهربانا فرميت هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب لمقابلية فرميت هذا
فليذوقوه هذا وإن للطاغين لشر مآب مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم كاتي جود لآية كان إخوابه أبي التزبية جانتا أبي جلدكين جانت آوائل أبير نابي الصمو بكم بي إمام الزياد بكا نابي جود القرآن بقل يبروي بلي أمسيا أقر إمام داري حقيقي تفتيشي خود بكا بزا آوائل برام لمقابل خواهي پر وردقار فرميت باشي بيباوران من بوكا إيمان داران إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا بلان بيباوران خواهي قورا فرميت وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا بيباوركان قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ما قالوا اهدنا فقال فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أويا بباوران إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا سمعنا قالوا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إما بعض جمال مبوة أو اسمعني بي إما شوك ما أريد أما إلا أفسانة قديمة إن هذا إلا أساطير الأولين كان خوايا أقر ما حق لا ينتوها توها نيانا خوايا هداية ما مدهيد خوايا داراما بسرى ببارين دبزانم إيمان داران تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا بلان بيبا وران وإذا تليت عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا بابا جمعا لما بوا ما تشيه هريخنه إما هو اسمع نبي وكما يريد أما تشيه أما أفسانة قديمة أم دو ترازوية إيمان دار إيماني زيادك أو صفة إيمان دارا وأو كسي مش دا قرآنك أو با قرآن ضلي سقلتا بيو جوي لنا أقريب أو صفاتي بيبا ورانا أما دو صفات دا صفاتي سيما هرلو آيات فاي دورو مهربانا فرميت وعلى ربهم يتوكلون إيمان داران توكلك فاي قولوا مهربان واتدريان الاعتماد القلب على الله فشتو فنايا خواي قولوا مهربانا وسبب يكش سبب الجزء كان توكل نابي بلي توكل بخواه هشية بكينا أسباب شرعي بينك أم جاكا توكل بك صرف فاي قولوا مهربان أم جاكا توكل بك صرف فاي قولوا مهربان أو أبو كابراي أعرابي فرموية في غنبري إخوة من حشت لكم برلا كم توكل سخوة فرموية نخير حشت لكم ببسروا أم جاكش بخوة ببسر وفي غنبر صلى الله عليه وسلم كانت هجرتي كر لما كواب ومدينة للرقادة أشيتنا وغاريك ولا قال أبو بكر رضاي إخوة لدي خوشار يتوا أو أبو إبزان خوشار نوا جبانيتي نيا أو السببك الشرعية اگر وابو آتی غمس آسان هر برگا عروش تو آیان گل سبب جزئیک لتوکل و ایمان داران و علی ربهم یتوکلون بلان بباوران توکل بسر خواناکن توکل بمال دنیاو بگورکیانکن اقول ما سمعتم و استغفر الله العظیم لی و لکن الحمد لله رب العالمین له الحمد الحسن و الثناء الجمیل و اشهد ان لا إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صفات شارم صفات بينجمع ماو بوأوي خايبر وردقار أقدر ما بكات وإيمان دارم أم صفات أنا بقر نبر أم جات خاصت أنا خاوك شون إيمان دارم لا بدر سرخص أجر أمانة صفات أنا ندير سرخصن ثانية وما النصر إلا من عند الله سكوتنش بدس خواهي قولو مهربانا صفاتي بينجم شوارم خواهي قولا فرمت الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أم جاكا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإقامة الصلاة الذين يقيمون الصلاة
أويا أن تأتي به على الوجه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. صلوا كما رأيتموني أصلي. أي صحابة كان شون ممتان بيني ونرجكم إيه وشنا بي آوان نزمكن نادي كسي دسنا قريت نادي كسي قاقايل أخوين بيت نادي كسي كسي بشي ويتن بقريت أو نرجي كواتي غنبر كردو يتي صلى الله عليه وسلم. يقيمون الصلاة بشروط وأركان وواجبات ومستحبات هم يجيب جيبكي هتابتوا عند نرجي جماعة بويا نرج كاتي الدس غاصا أخيت بان دس يشفو لبان سنگ دايني أما خوينا خوي دا زليليكا خوينا خوي دا كلبجيكا كراوا نشاني زليلية بو خواي قورو مهربان وأمر ما انتيا كراوا لنا ونرجا سيري شويني سجدة كمان بكين بويا اگر كسي بدو وستيني وتحذيرت بكا ناتواني سيري ناو تواني بكين ولله المثل الأعلى سر سوركي سر برزوناكي وأوصي كردنت بو زوي زليلية بو خواي قورو مهربان وتيغمبر عليه الصلاة والسلام فرميت هر كسي لنا ونرجا سيبو سيري آسمان بكا لو بترسي كخواي قورو مهربان شاوي ناقر رينيتو بوي سر برزو كدن بو آسمان يشكل صفات تكبر لجبرزي يشكل صفات متكبر فأمدس قدنة أوصي قدنة بوشواني سجدة خوي لخوي دا زليلية كبو خواي قورو مهربان وتيغمبر عليه الصلاة والسلام أفرميت أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيئا؟ قالوا لا يبقى من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. فرمي جوغل آيك ببردن مارك سكتانا برا روجي بيند جار خويني بشوريت بيسي بجاني وامينيت. فرمي انا في غنبري خواه بيسي بجاني وامينيت. فرمي بيانس فرزي نيوش بجماعة انجاني بدن وك او واي اوا باك وبيلة تلت خواهي قورو مهربان لا تاوانو لقناه باك تكاتوا ونيوش دوكس لصحابا چون بولاي زاوايا كان ليكيك لأنصاري سرداني بكن كاتي چون بولايا وقتي نيوش هار بجاري قيود بوم حاضر كان آيو دز نيوش بابيم نيوش بكم لعلي أصلي فأسرح بوي نيوش كم بكم وإسرحات بكم آخو ما نرين كاكا بيانا بان نيوش كده كورو بكين علي بان نيوش كده ممكن لسر كو ما نسرحات بكين كأما يعنوت أمدو تياوا رنجان تيكتو. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ويقول لبلال يا بلال قم يا بلال قم فأرحنا بالصلاة لسنن أبي داود هاتو صحيحا بلان في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام وإناك دواتو أتوت كاتب دلي صغلت بوايو كاتب للا أو إسراحت بلنا ونرجع يا بلال هسا باندا وإسراحت ما نتبكى واتبع نرش بكين إسراحت بكين شو كان قال خوايا مناجاتك لن يجكد شو يخرج الدنيا دي هموي صغلتي وعزيت وتعبة بل أن يجكد خوايا لقال خوايا مناجاتك يا بلال أرحنا بان يوش بكي نبو إسرع حد بكي لنا أن يجكان مانا شو كأما بو خوايا وبو قيامة ومناجات خوايا الذين يقيمون الصلاة إمام داران أوي أن يجكان ينظر بجوانيكا ومما وبمقابلي إمام داران خواهي قولوا مهربانا فرميت لسورة أنفال دا باسي بباوركان من بوكا أفرميت خواهي قولوا مهربان وما كان صلاتهم وما كان صلاتهم أي المشركين يعني وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نرجي مشركا كان لدير كعباء وابو إلا مكاء وتصدي عبد الله كري مفردة فرميت يجعلون أصابعهم في فيهم واتفي كاليدانبو نرجي أوان في كاليدانبو تقل ليدانبو لدياري بيت إيه مش هنا أنا مسلمان
هلسن دس اقرن وكال فرشيه تشيه كاكا ولا ذكركي ملايا جبل برا عمام لسرا هلبز هلبز يان هاوار هاوار يان او الذكر اخوايا يا وصفات مشركة كان اخوايا قولون مهربان لسورة الاعراف دا افرميت واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول سيأمر فيك اخوة اي امام داران ذكر اخوة بك لنفسي خوتا اميك تضرعا وخيفا لترسي اخوة بزليلي ذكر اخوة بك ودون الجهر اخوة فالنبن برز ونكن ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين بيانان ايواران لغافلان نبا ان اخوة اوى امر ما انتيك اوى انجلسن هالفرتيك ذكر اخوة كان تبلا ليدان قلوب ما اخوة نكجي النوا حاشا ولله ما انزل الله بها من سلطان وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية واخويا الرتك كده ومشركه كان اي او دم جنوب ارقانا تاوان ما انتيك الدوها مستحقي أوني أو بيتي إما بم جلو برقانو تواف بكين جلو برقاني عن داكن بروتي توافي أنا كر إماش بروتي ذكركين ذكر إخواكين هل بزل بزكين دو بشك أخوين شمشيركين أزخو مانا أما لكي أحيا أما صفات إيمان دار نية دو بشك خواردن صفات إيمان دار نية دو بشك حرام أخواردني دن برزو كردن حراما لنا ومزقوتا او ابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كو ملكسانك لسفرك ابن دنجان برزك الدواء فرمو يربعوا على انفسكم انكم لا تدعونا اصم ولا غائبة لسرخوتا ان دن برزو مكن ايو بانجي كرناكن ايو بانجي كسناكن كغائب انكم تدعونا سميعا قريبا وهو معكم ايو بانجي كسيكن كابيستيت نيزقلت انا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب دبخون بيجيشن لمعركه بدر جيتان بسرا بما كنتم تكفرون اقاما لنوجا كان مان بيت اقاما للذكر كان مان بيت وكصفات ايمان دار بيت نك وكصفتي بيبا وركان بيت لسر سنت بير نك لسر بدعو خرافات بير ذكر كان مان صفتي اكي تر لوانا كخواي قورو مهربانا فرميت ومما رزقناهم ينفقون يعني ومن ما من بو تبعيض ما بو عام يعني لو ما لزوريك داومانة يتان مين يشي ليبكن خير توزي يشي ليبكن خير صدقه شاكبكن زكاة مال دركن صدقه بكن دستي فقير بقرن بيوجنو هتيوان بقرن ومما رزقناهم ينفقون إيمان داران صفات يتريان أويا لتنالي خوا صدقاكا بلان بمقابل خواي قولو مهربانا فرميت إن الذين كفروا ينفقون أموالهم مالكاني أصرفكا بوتي ليصدوا عن سبيل الله بو اوي ريقاي خواتي بقرن بو ايديني خوابك جنوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها اي كم صرف يا كم مالكيا ثم تكون عليهم حسرة ام جاءت حسرة ندامت بويان ثم يغلبون هشام بدسا نامين وادورين والذين كفروا الى جهنم يحشرون او انيك بيباورا لجهنم اتان ابي باوران مالكان ينصرف كل لرقاي اوي كوا ديني خوا كورا وبيت هات اسبابك هات ايشك ضدي ام دين بيت او تو هوري او داوى مالكتك كيبا صرف كردن بوي رقاي خواي تي بقري يتر كيف يخوت دكانت هيا سيارت هيا خانكت هيا هرشيت هيا بارت هيا هرشيت هيا اودت ك ضد ديني خوا بيت او تو رقاي خوات كردوا بلان ايمان داران ومما رزقناهم ينفقون في الخير درباري خلشي هجار خير تاكاكا
وبيغمبر عليه الصلاة والسلام باسي أوحو كسمان بوكا كلجير سيبري عرشي إخوان لقيامتا كافر مهيك سيبري أكنية إلا أو سيبر نبيت. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كسيك أنتيايا كبدس راسخيرك نال شفتي بزانية وتبصري خير زورك. وإمامي عمر رزاق وايلي بيت أفرميت أن الأعمال تباهت كردو كان همويا نبوبا دم بدميا نبوبا فخر يعني بمبا مناقشيا تباهت. فقالت الصدقة أنا أفضلكم صدقوتي عزيز مخون بخوا من ساكين أوتان من ساكين أوتان. وعبد العزيز كري عمير فرميت الصلاة تبلغك نصف الطريق نجكان من هتاني وير رجامان بو أبرد. والصوم كبروجوين أفرميت يبلغك باب الملك رجوع بات بردن قابي ملك أفرميت. والصدقة تدخل عليه وصدقة كردن أكات جوروا فهو بدين خصوصا لما عقد. وكو إيمان دارك حق وكو أفرميت أولئك هم المؤمنون حقا أم بين صفتا إن إيمان داري حقي تواوى لهم درجات عند ربهم بوزي شك بين إسلام وإيمان أنت يكركل هم إسلام أنت يبجيكل هم إيمان. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أو إيمانا وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وإيمانا بلام صلاة لإسلاما رجل إسلاما صدقنا إسلاما أولئك لهم درجات عند ربهم شكا كردا ويتشاكوا برزي عن كردا بوية درجات للا إخوة ومغفرة وأخوة ليان خوش بيت ورزق كريم أو بهشتيك أخوة يقولوا مهربان بك بقسمة من يا ربي خوايا ليتا طارين وبنا وجوانا كانت وبصفات برزا كانت يا ربي خدايا دمتشاو من وقوشتي جان من لأقري جهنم بباريزي يا ربي خدايا بمان باريزي لأقري جهنم يا ربي خدايا جوان من كي بمصفات جوانانا يا ربي خدايا دور من بخيل صفات منافقين وبيبا وران يا ربي خدايا برحمه بزي خود رحمان في الكي خوايا الرجو كان من يقبل كي خوايا شونيوشا كان من يقبل كي هرشي ماني لبر خاتري توبي يا رب العالمين يا ربي خدايا وما نبكي لجير لواي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقيامته حشر ما نبكي خوايا بمان خيتا بر شفاعتي يا رب العالمين بدس مباركي او من بدأت الى حوض كوثر كي تلتوني مع النبي يا حي يا قيوم يا ربي خدايا شفاين خوشكان من بدأي خوايا الرحم لمردوكان من بكي يا ربي خدايا وي من دالي نيا من دالي بدأتي خدايا وي مشكلي هي بوي آسان كي خدايا اوي اسيري هيا شون يوسف قرانو بو يعقوب اهو هذه قرينتو ناو مالو مناري خويا رب العالمين يا ربي خدايا اخر خير ما عندكي امين والحمد لله رب العالمين. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه يرحمك الله.